لأنه السيد محمد عبده خرج من الأمين العام السابق خرج من المؤتمر من الجمهورية وتركه لمن بيدهم السيطرة على الحزب، لأنه لازم نعرفه أنه منذ الوهلة الأولى وبعد انتخابات 23 أكتوبر عرفنا أنه اللي سيطر الحزب هو عماد الدايمي، سليم بن حميدان، وسيد المنصف المرزوقي، وبعض الأسماء الأخرى اللي هما، وسيد سمير بن عمر، اللي هما موالين لحركة النهضة وهما أبناء الاتجاه الإسلامي منذ القديم، واللي هما كانوا حتى وقت الدراسة متاعهم في الاتجاه الإسلامي ومخرطين في الاتجاه الإسلامي، وتو معناها تم تكونوا مع سيد المنصف المرزوقي حزب المؤتمر من الجمهورية، ولكن بقاو معناها موالين لحركة النهضة وأتباع لحركة النهضة. ونذكر أنه سيد مثلا سليم بن حميدان هو سليم بن حميدان اللي هو معناها صهر السيد محمد بن سالم القيادي في حركة النهضة، وسيد المنصف المرزوقي يعرف المسألة هذه ومتأكد أنه لن يكون رئيس جمهورية سواء في 23 أكتوبر أو إذا كان يخمم في المرحلة القادمة إلا إذا يكون موالي لحركة النهضة، وهذاك علاش هو محاط بهذه المجموعة التي تعمل لحساب حركة النهضة. يعني هنا أنت ترى مستقبلا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شنو المستقبل متاعه، غامض في الانتخابات الجاية؟ هو أصلا حزب المؤتمر لم يعد هناك حزب مؤتمر، هو الحزب هذا قد كان الاسم والمجموعة هذه اللي كنت نحكي لك عليها اللي موجودة في الرئاسة. حزب المؤتمر بأكمله بقواعده وبقياداته موجود الآن في رئاسة الجمهورية، وهذا ما يسمونه بالمجلس الوطني وبالقواعد هذه مسألة غير موجودة، لأنه المؤتمر من الجمهورية مجموعة كبيرة من القواعد مشيت مع سي عبد الرؤوف العيادي، مجموعة أخرى مشيت مع السيد حزب الأقلاع سي طاهر ميلا، المجموعة الأخرى المتبقية واللي هي ممكن الأغلبية ذهبت مع سيد محمد عبو. هذاك علاش أنا ندهش اليوم كيفاش حزب المؤتمر من الجمهورية يحكيوا على قواعد ومجلس وطني وديمقراطية وبناء مؤسسات، عن أي مؤسسات؟ مؤسسات الحزب ليس له مؤسسات، ليس له خط سياسي، لأنه لو كان له خط سياسي واضح الناس هذه كلها ما تخرج من حزب المؤتمر من الجمهورية. الخط السياسي متاعه الوحيد هو السلطة والبقاء في السلطة والبقاء في رئاسة الجمهورية لا غير، وكلهم الآن من مكتب سياسي ومن أمين عام ومن رئيس شرفي موجودين في رئاسة الجمهورية وقاعدين يستعملوا في رئاسة الجمهورية لأغراض حزبية ضيقة، ألا وهي الانتخابات القادمة وتحضير السيد المنصف المرزوقي كرئيس ولا كمرشح لرئاسة الجمهورية لما يسمى بحزب المؤتمر. أنت قلت لهنا موافقتك في الرأي لهنا، أنت قلت إلي المؤتمر المرة الجاية الانتخابات موش باش يخوضها ومن توا حتى الهيكل نتاعو والكل، اما كيفاش تقول لي هما قاعدين يحضروا في انتخابات ويحضروا في حاجات ضيقه داخل رئاسه الجمهوريه لسيد المنصف المرزوقي؟ كيفاش باش يوليهم بعد يعني يندمجوا مع حركه النهضه؟ ممكن يكون فما برنامج مع انه تكون جبهه مع حركه النهضه، وهذا موجود حتى في الكواليس وموجوده العديد من المناقشات في الموضوع هذا، ينجموا يكونوا بالحجم الصغير لحزب المؤتمر انه سيد المنصف المرزوقي تتم معناها يقوموا اليوم الان باستغلال هذه الامكانيات الهائله اللي موجوده في رئاسه الجمهوريه انهم يخدموا له الصوره نتاعه ليكون مرشح من بين المرشحين لرئاسه الجمهوريه وتدعموا حركه النهضه، وهذا معناها امر وارد. المجموعه هذه الهمه الوحيد وهذا نعرفوه انهم يبقوا في السلطه، واللي قاعد صاير اليوم مع الوزيره سهام بادي واللي قامت به الوزيره سهام بادي قبل ما يوقع التحوير الوزاري الاخير اكبر دليل انه الناس هذه متشبثة بالوزارات، ما عندها حتى برنامج، ما عندها حتى رؤية لما يجب أن يقوموا به في الوزارات متاعهم وما يقدمونه للشعب التونسي خدمة للثورة ولمبادئ الثورة ولاستحقاق الثورة. همهم الوحيد هو البقاء في السلطة لا غير. يعني البقاء في السلطة والحضور الشكلي؟ الحضور الشكلي بالفعل هو حضور شكلي، ما عنده حتى تأثير، ما عندهم حتى برنامج. انت تشوف اليوم انه الوزراء كما سليم بن حميدان كما سي عبد الوهاب معطر اللي هو معناها من افشل الوزراء، وهذا باجماع كل المحللين السياسيين والاقتصاديين وغيره أنه فشلا ذريعا في إدارته لوزارة التشغيل والأزمات اللي وصلنا لها في الفترة الأخيرة، أنه يتم تسمية متاعه على معناها رأس وزارة التجارة اللي هي وزارة
اللي اليوم الشعب التونسي يعاني من غلاء المعيشة، يعاني من الأسعار معناها الملتهبة، يحطوه في وزارة التجارة بدون ما يكون عنده أي برنامج أو تكون عنده أي حلول باش يقدمها لهذه الوزارة من أجل تخفيف معناها العبء على المواطن التونسي. هذا التشبث هو دليل على أنه الحكومة هذه الحكومة الثانية هي حكومة محاصصة بامتياز، وهي وريثة للحكومة الأولى لأكثر ولا أقل. به شكرا لك سي عبد الله.